فين يا علي امك بتدور عليك انت مين يا جبان قاعد بره وهربان كرشك بقى خلاص مليان وبتعيط عليلي فين يا علي امك بتدور عليك بعت مصر بلدنا رخيص اصلك منحل وخسيس ويا الغيصه بقت بتغيص عشنا والله خساره فيك رحت فين يا علي امك بتدور عليك طول عمرك نادلي وواطي مصر ابدا مش هطاطي طول عمرك نادلي وواطي مصر ابدا مش هطاطي قاعد عدك احتياطي مستني العاب وبيك رحت فين يا علي امك بتدور عليك اهلا بكم. هذا برنامجكم 90 دقيقة من قناة المحور وانا معكم محمد الباز. مش مهم نعرف اسم هذه السيدة المصرية اللي غنت بعفوية شديدة جدا وكأنها بتودع المقاول الاجير الى مسواه الاخير. عايز اقول لحضراتكم احنا ليه بدأنا بالست المصرية الطيبة الرايقة الهادية دي وهي بتغني الاغنية بتاعتها عشان نقول انه ده فصل وانتهى. اول ما المصريين يحولوا المشكلة لنكتة ويبدأوا ينكتوا عليها ويبدأوا يضحكوا منها تعرف انه المصريين اطمنوا ان المشكلة دي خلصت. لما بيكون في توتر وقلق والناس اعصابها مشدودة تقلق، لكن اول ما نحول الموضوع لنكتة تعرف انه خلاص يعني عرفنا اخرها او بالمعنى البلدي كده جبنا اخرها. فالناس جابوا آخر هذا التافه اللي خرج علينا يقول للناس انزلوا واعملوا ثورة وبتاع، خلص ده، فهنبقى في انتظار النمرة الجديدة اللي هيعملوه. الحقيقة الموضوع ده خدنا احنا في الإعلام من موضوعات مهمة جدا في الشارع المصري، موضوعات ممكن تكون يعني مزعجة جدا ودامية جدا وممكن تكون كمان مقلقة جدا. وانا عايز اقول لحضراتكم ان احنا كمجتمع كلنا اثرنا في حق الطفلة الصغيرة جنة اللي ماتت وهي لم تتجاوز 5 سنوات. مشهد النهاية دي صورة الطفلة جنة بنت قرية بساط كريم الدين مركز شربين محافظة الدقهلية. ماتت وهي عندها 5 سنين. القصة دامية جدا، بس قبل ما اقول لحضراتكم القصة عايز اوريكم المشهد الاخير، المشهد اللي بيلخص الحكايه كلها وهي خارجه من مشرحه مستشفى المنصوره الدولي اهي. هي دي النهايه، يعني دي نهايه الطفله الصغيره اهي متشاله في كفنها وداخله عربيه الاسعاف، يعني عشان خلاص خلصت قصه هذه الطفل. طيب ايه اللي حصل؟ اللي حصل انه من 4 سنين كان والد الطفله جنه ووالدتها، والدتها كفيفه ووالدها يعني في عين بيشوف بيها وعين ما بيشوفش بيها. من 4 سنين اتطلقوا بقى لضيق الحال، لضيق المعايش، الناس استحالت العشره بينهم. ولان والدتها كفيفه، والدتها اتنقلت تعيش مع امها اللي هي جده البنتين، لان هي كان عندها جنة اللي هي 5 سنين وعندها اماني 6 سنين. اتنقلت الام الكفيفة تعيش مع امها اللي هي الجدة. الجدة مارست حالة من التعذيب البشع على الطفلتين. يعني لما راحت جنة الى مستشفى شربين الاول، ومستشفى شربين العام ما قدروش يعملوا معاها حاجة لأنه البنت كان أثار التعذيب عليها وأثار الكي بالكهرباء في مناطق حساسة من جسمها كانت واصلة تقريبا منتهية، يعني في غرغرينة في رجلها اللي تم بترها قبل ما تموت. وبعدين لما راحت بهذا الشكل الناس يعني تعشمت إنه ربنا ممكن يعني يلطف بيها او ياخد بايدها، لكن في النهايه ماتت.
الجده كانت بتقول لما خدتها منتهيه تقريبا قالت لهم ان هي البنت كانت يعني بتعاني من تبول لا ارادي، فهي كانت بتعذبها عشان ما تعملش كده، لكن جدها والد ابوها اتهم جدتها والده امها بانه هي كانت بتعذبها تعذيب تقريبا ممنهج، لانه اختها اماني اللي عندها 6 سنين لما اتكلمت وقالت انه يعني انه جدتها سخنت بنسة كهربائية اللي حضراتكم عارفينها دي وكوتها بيها لمجرد ان هي راحت تفتح التلاجة من غير اذنها، وكانت بتحبس جنة و يعني اختها اماني في البلكونة يمكن بالايام من غير اكل، لانه حسب كلامها ان هي بتقول ان هم ما بيسمعوش الكلام. الام فين؟ الام كفيفة، ممكن تكون عارفة ايه اللي بيحصل لبناتها بس مش قادرة تقاوم ولا قادرة تمنع ده ولا حاجة. طيب خلونا نسمع من هناك من قرية كريم بساط الدين لعم الطفلة جنة، الأخ أبو الفتوح حلمي من قرية بساط كريم الدين. أخ أبو الفتوح أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك يا فندم الرئيس، وعزائنا للأسرة في وفاة جنة، ربنا يرحمها ويعوضها عن الأيام الصعبة اللي شافتها وعاشتها. قول يا فندم، يعني الحكاية حصلت ازاي؟ البنت كان بيتم التعامل معها ازاي جدتها وصلت معها للدرجة دي؟ هي البنت كانت عايشة مع ابوها الاول، هي وجدتها ام ابوها، لما فترت 4 سنين ولا اللي هي الصغيرة، والكبيرة قعدت لما 5 سنين، يعني هم خدوهم بالهم 10 شهور بحكم محكمة صدر من محكمة المنصورة. فاجوا طبعا بتوع تنفيذ الاحكام خدوا البنتين اتولدت بالقوه الجبريه، وطبعا ابوهم ما كانش عايز يتخلى عنهم اطلاقا يعني. فراح حاول ان هو يشوفهم مره واثنين، مره ضربوه مره كرشوه مره بتاع، عمته تحاول انها تروح لهم، ما فيش حد يستقبلهم خالص، ويضربوهم وكرشوهم يعني ما حدش يجي لنا هنا وما حدش يعمل لنا هنا وبتاع. فطبعا هو راجل يعني صحيا على قده، فهو مش قد الناس ديت. هو والدها قال له اخو حضرتك هو بيشتغل حاجه، يعني بيشتغل ايه يا فندم؟ هو بيشتغل بايع متجول كده، بيبيع شويه فاكهه شويه يعني الراجل بيبيع شويه فاكهه شويه بتاع كده حاجات زي كده يعني، وعنده قطعه ارض صغيره كده بتاعت والدته بيزرعها يعني، والحال ماشي الحمد لله يعني ماشي. طبعا هو في الوقت ده كان بيصرف لها نفقتها الشهريه وخلاص والموضوع، لما فاجئ ان الشرطه بتتصل عليه بيقول له ده بنتك في المستشفى محروقه. طبعا طلعنا كلنا نجري وبتاع، لقينا العيله متعذبه عذاب قاسي جدا، فالمستشفى حولتها على مستشفى المنصوره. فقالوا ده في غرغرينا في الرجل الشمال. فالمهم طبعا قعدت هناك عمتها معاها فتره طويله حوالي 3 4 ايام على ما قطعوا رجليها، وقاموا بعدها ما فيش يومين وتوفت البنت، لان طبعا اتاهمل في علاجها بعد ما تعذبت العذاب القاسي دي وكانت مكسوره، اتاهمل في علاجها وما لقتش رعايه، فغريبه ادت لتسمم في الدم وتوفاها الله. بس احنا 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 رجعنا حاليا دلوقتي ان في طفله موجوده يعني هي متعذبه ومتبهدله برضه. اماني لسه عند جدتها دي او في البيت؟ يعني جدتها محبوسه؟ جدتها محبوسه خلاص. وهو الشرطه اجت اول امبارح اللي هو اول امبارح اتصلت علينا وقالت تعالوا خدوا البنت، فاحنا رحنا خدنا البنت لقيناها متعذبه وريناها لامناء الشرطه ورحنا عملنا محضر بالايه بالحاله بتاعت البنت. بس اماني دلوقتي عندكم في البيت؟ عندنا في البيت دلوقتي، هي معايا دلوقتي حاليا عند وكيل النيابه. طيب الحمد لله، يعني البنت الثانيه رجعت لكم كده الحمد لله. لا ما المشكله بقى ان هو دلوقتي النيابه عايزه تحولها لضر عايز، واحنا في احتياج يعني احنا في احتياج يتعوض ابوها عن اللي راحت منه. طب هي اماني هي اماني عندك في البيت ولا في النيابه؟ هي حاليا دلوقتي في النيابه. في النيابه في عند المحامي العام. طيب النيابه عايزه تحولها على ضر عايز، على ضر رعايه، واحنا في احتياجها، وانتوا عايزين انتوا عايزين بنتكم بقى، يعني كفايه اللي هي العذاب اللي اتعذبته. يعني ما يتمناش ان احنا واحده راحت يوم واخدين الثانيه اخرى، ده ضر رعايه واحنا في احتياجها. تمام. اهلها بيموتوا.
تمام. انا بشكرك استاذ ابو الفتوح. معايا كمان الاستاذ اشرف عبد الوهاب، محامي جنه. استاذ اشرف اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا فندم، اهلا بيك. يعني احنا انتهينا من الاخ ابو الفتوح عنده نقطه، انه الاخت الكبيره، احنا هنيجي لقضيه جنه، لكن الاخت الكبيره اماني النيابه الوقت هتحولها الى دار رعايه، لكن الاسره عايزاها تبقى معاها عند والدها. هل في اجراء معين هيتعمل في المساله دي، ولا يعني بتقدم طلب للنيابه او ايه؟ انا ببدا بدي بالجزئيه دي، وده الاساس اللي انا داخل المداخله دي. انا من خلال برنامج سيادتك اتفضل، انا بناشد سياده المستشار المحامي العام لنيابات شمال، سياده المستشار الجليل المحامي العام لنيابات المنصوره، سياده المستشار الجليل النائب العام. مش علشان ابوها محتاجها، الطفله محتاجه دعم نفسي. انا شفت في التحقيقات ان البنت مرتبطه بوالدها بشكل غير طبيعي. والدها رغم ان هو كفيف يقدر يعدي بيها المرحلة دي مع جدتها لأمها لأبوها اللي هي أيوة اللي هي أم هاشم اللي مرتبطة بيها أيضا. أنا كل رجاء من سيادته أنه يعيد النظر في القرار اللي صدر امبارح من نيابة شربين بإيداع الطفلة أماني إحدى مؤسسات دار الرعاية. دار الرعاية لن تكون رحيمة بأماني. أماني شافت 10 شهور. تمام. أنا بضم صوتي، أنا بضم صوتي لصوتك وهناشد طبعا دول، لكن الأول الأوراق بقى بتاعت قضية جنة، يعني حتى يزول أي لبس، في تقرير طب الشرعي طلع يا فندم عن الحالة النهائي؟ بالنسبة لجنة، تقرير الطب الشرعي احتمال يضم الأوراق النهاردة، الامتحانات لسه أماني مسؤولة ومخلصة تحقيق الوقت وخارجة من التحقيق. فمعرفتنا وهي اتواجهت بتقرير الطب الشرعي الخاص بيها النهائي. فهل تقرير الطب الشرعي للمرحومة جنى تم إرفاءه النهارده مع التقرير ده أو لا؟ دي لسه المعلومة ما وصلتش. لكن هو ما كانش النهارده هيبقى بكرة النهائي علشان يشيل أي لبس موجود على هذا الموضوع. تمام، لأنه في الكلام الثابت وبشهود العيان انه هي تعرضت لتعذيب ضخم جدا، يعني ادى للتسمم في الدم، وكانت في الغرغرينه اللي اتقطعت رجلها بيه، لكن ما يتردد عن اغتصاب احد اخوالها ليها، هل ده ثبت بالتقرير الطبي الشرعي ولا ما ثبتش؟ انا اكدت في القدر المتيقن بالنسبه ليها اللي هو نفس الكلام اتقال على اماني. وثبت يقينا من تقرير لجنه مشكله من اطباء النشا شكلتها النيابه العامه. ومن تقرير الطب الشرعي النهائي اللي ارفض بالاوراق انها لم تتعرض الى واقعه اغتصاب. تمام. فلا حديث بعد ذلك عن هذا الامر. تمام. وانا بوجه من خلال منبر سيادتك ان يا ريت بلاش نقتلها ونطعنها. يا ريت بلاش ان احنا الناس مش ناقصه اللي هم فيه. ده عندهم بنت اتقتلت من التعذيب. صحيح. ما هو انا ليه السؤال ده تحديدا مع حضرتك؟ عشان يبقى واضح قدام الراي العام، يا جماعه انه كل ما تردد عبر منصات التواصل الاجتماعي انه البنت تم تعذيبها تعذيب وحشي، لكن طبقا للطب الشرعي لم يثبت حتى التقرير بتاع اختها اللي كانت قيل برضو ان هي تعرضت للاغتصاب، بنت عندها 6 سنين، لم يثبت انه تم اعتداء جنسي عليه. تمام كده يا فندم؟ تمام يا فندم. تمام. انا بشكرك جدا استاذ اشرف عبد الوهاب المحامي. خلينا نفتح بقى الملف ده بشكل واضح جدا وفيه اعلى درجات المصارحه، لانه الناس تناولت هذا الموضوع بشكل فيه كتير من التهويل. يعني احنا قدام الوقت اسره موجودة في قرية، بالمناسبة القرية دي على بعد قرية واحدة فقط من قريتي، يعني بساط كريم الدين، يعني بينها وبين قريتي يعني ما فيش مسافة قريبة جدا. فأنا أعرف الناس هناك وأعرف إن الناس في مصر غلابة جدا، طيبين جدا. بتحصل بقى حاجات زي دي، فأولا لازم نبقى حاطينها في سياقها. يعني إيه في سياقها؟
يعني احنا قدام اسره عذبت بنتين صغيرين، الجده دي عذبت طفلين صغيرين، والدنيا زي ما انتم شايفين قامت. يعني الشيخ الازهر النهارده بيعلن انه بيتكفل بالطفله اماني، وزيرة التضامن اعلنت ان هي يعني عملوا لابوها اللي هو البياع يعني او التاجر، دخلوه في المعاش بتاع تكافل الكرامة وبيحاولوا يشوفوا وضعه ايه. لكن احنا لازم نصارح نفسنا احنا كمجتمع. بمعنى ايه؟ بمعنى انه المعلومة الموجودة الاساسية انه البنتين اتعرضوا للتعذيب، يكفيهم يا جماعة ويكفي اسرتهم ان احنا نلتزم بالمعلومات اللي طالعة من جهات الاختصاص اللي هي بتقول ان هم تم تعذيبهم. محدش يتكلم عن اغتصاب، رغم انه بنات صغيرين بيتعرضوا للاغتصاب في اوساط اخرى وفي اماكن اخرى، ده غير منكور، بس احنا بنتكلم في هذه الواقعة تحديدا. طيب دي نقطة. نقطة تانية مهمة جدا انه احنا محتاجين نتعامل بروح القانون. يعني النيابة طبقا للقانون اللي قدامها تأمر بانه ايداع الطفلة اماني اللي هي 6 سنين تروح لدار رعاية، لانه هي محتاجة لدعم نفسي بشكل علمي. لكن في الوقت نفسه الاسرة دي اسرة حزينة مكلومة. انا بناشد النائب العام انه بروح الاب بقى، يعني النائب العام بروح الاب انه يعني قرار النيابة يتم تعديله والبنت تروح لبيت ابوها، عمتها بقى موجوده، جدتها والده ابوها موجوده، ويمكن تقديم الدعم النفسي والرعايه النفسيه للبنت وهي في حضن جدتها او في حضن عمتها او مع ابوها اللي هو متعلق بيه. يعني ده ممكن يحصل بشكل اساسي. طيب احنا بقى محتاجين ايه كمجتمع؟ محتاجين القانون يا جماعه، قانون بتاع الاحوال الشخصيه اللي هو بيتطرق الى كل هذه الامور. يوم الثلاث الجاي دور الانعقاد الاخير للبرلمان، وقانون الاحوال الشخصيه اللي اتقدم يعني لا يزال في جهات ما بعتتش رايها. يعني انا طبعا على دماغي انه شيخ الازهر الدكتور احمد الطيب يتحرك ويكفل هذه البنت، لكن يا مولانا محتاجين انك تبعت رايك في قانون الاحوال الشخصيه ده يروح البرلمان عشان الناس تناقش ويصدر قانون. طب هتقول لي هي المشكله في القانون؟ هقول لك بس يعني نبقى محتاجين اطار تشريعي نتحرك فيه. لكن خلينا نسال بعض بصراحه، هل المجتمع جاهز للتعامل مع مثل هذه الحالات؟ بعيد بقى عن الصعبانيات وبعيد عن كتابه البوستات وبعيد عن المطالبه باعدام هذه الجده واعدام كل من يفعل، هل احنا مستعدين لحل هذه المشكلة من جذورها؟ احنا محتاجين طبعا حالة وعي كبيرة جدا انه دول يا جماعة في النهاية ولادنا. الجدة دي ممكن تبقى يعني مش طبيعية، واكيد ان هي مش طبيعية، يعني ان هي لما تحرق ولاد بنتها بالشكل ده وتعاقبهم بالشكل ده يعني مش طبيعية. مش بقول ده عشان التمس لها عذر ولا حاجة، لكن هي إنسانة مش طبيعية، يعني شر كامن وكامل فيه. لكن بمعنى إيه المجتمع جاهز؟ هل البنت أماني دي لما ناخدها وتروح دار رعاية، هل دار الرعاية إحنا هنبقى مطمنين وهي في دار رعاية؟ أقول لكم مش قوي. فإحنا محتاجين هنا نوع من الصراحة مع النفس. الفقر صعب قوي. يعني هذه الأسرة مثلا، أنا لما بصيت في الفيديوهات بتاع والدها لما كان عنده بتوع حقوق الإنسان، بتوع لجنة حقوق الإنسان في المنصورة في البيت، أنا الحقيقة ما اهتمتش هما بيقولوا له إيه وهو بيقول لهم إيه، أنا اهتميت بشكل البيت. حالة الفقر اللي الناس فيها، مستورين والناس في مصر مستورة وراضية، بس لا، البيئة الفقيرة دي بيئة يا جماعة تطلع جرائم أبشع من كده بكتير، أبشع من كده بكتير. وعايز أقول لحضراتكم إنه ربنا كرم البلد دي بالمشروع بتاع القضاء على العشوائيات، لأنه العشوائيات في مصر كان فيها زنا المحارم ده طبيعي عادي جدا.
الاعتداء على العيال الصغيرة أولاد وبنات كان عادي جدا. فأنت ربنا كرم البلد وقلنا ننظف العشوائيات اللي هي ناس كتيرة جدا ممكن ما تبقاش حاسة بالمشروعات دي اللي هي في قضاء على العشوائيات بشكل أساسي. ليه؟ لأنه كان بيحصل فيها كل هذه المهازل. هنا أنت محتاج قدر كبير جدا من التوعية، لأنه خلي بالكوا في بعض الناس، هل هذه مشكلة حكومة فقط؟ لا، مش مشكلة حكومة فقط. هل هذه مشكلة مجتمع فقط؟ لا، مش مشكلة مجتمع فقط. هل هذه مشكلة ناس فقيرة وغلبانة ومش متعلمة ومش واعية ومش عارفة انه ده شيء يعني ينافي الدين وينافي الإنسانية وينافي الأخلاق وينافي الأعراف وينافي التقاليد؟ لا، دي مشكلة الكل. مشكلة الكل، لازم ان كلنا كمجتمع ما يبقاش عندنا هذا المشهد. انا ما رضيتش اعرض لحضراتكم الصور بتاعت جنة، يعني صعبة جدا اللي هو يعني انسانيا صعب انك تشوف صور زي دي، لكن هذه صور تدين الانسانية في مصر وتدين المجتمع في مصر وتدين الناس في مصر، اللي هو احنا بنقول ايه، نهدى بقى عشان نشوف، لان احنا عندنا مشاكل كتيرة جدا. الحقيقة مؤسف اللي حصل، وانا بقدم العزاء لي أسرة جنة، وأتمنى مرة أخرى من سيادة النائب العام ومن المحامي العام لنيابات شرق والمحامي العام لنيابة شربين، يا جماعة أهلها محتاجين إن البنت تبقى معاهم في حضنهم، فأرجوكوا اعدلوا عن هذا القرار. ولو في حد هيقدم دعم نفسي للبنت أو يراعيها أو بتاع، وهي موجودة في حضن أبوها وجدتها وعمتها، وخلي بالكوا من ولادكوا، خلي بالكوا من ولادكوا جدا، لان احنا عندنا مشكله في القانون اللي هي ايه، يعني فرضا الجده دي اللي كانت بتعذب، لو تم الابلاغ، يعني انا كنت هقول ايه، انت مثلا موجود ولقيت جارك ولا جارتك بيعذب ولاده، فانا اقول لك بلغ، لانه ما ينفعش انك تسيب حاجه زي دي قدام. بس هو بعد ما يبلغ ايه اللي هيحصل؟ مش هيحصل حاجه، ناس هتروح واحنا طبيعه المصريين، فتبدا تحل مع بعض كده بهدوء وبتاع ومش عارف ايه، ويرجع العيال في الجحيم تاني. لا، انت محتاج قانون ويطبق بشكل صارم جدا، يرافق وضع القانون وتطبيقه ان انا يبقى عندي مؤسسات الناس تبقى مطمنه انه احنا بناخد العيال الصغيره اللي بتتعذب دي نروح نحطها في مؤسسات الرعايه دي، فنبقى مطمنين. مشكله كبيره، لكن اعتقد ان شاء الله ان احنا نبقى ان شاء الله المسألة دي منتهية والعذاب الانساني ده منتهي. وزارة التضامن مدت ايدها لهذه الاسرة، لهذا الرجل يعني المكلوم في بنته اللي ماتت، واللي هو مش عارف بنته التانية اماني هترجع ولا لا. فانا بتكلم ناس في المنصورة حتى، انا مش هقول على جموع المقتدرين في مصر، لكن الناس حتى في المنصورة يمكن انه يدعموا هذا الرجل، انه يبقى يتوفر له عمل، مشروع يدعموه، يعني عفوا انا مش بقول يدوله حسنة ولا حاجة، يعني ربنا يستر الناس. والناس يعني من كلام اخوه الاخ ابو الفتوح انه قالك يعني بيزرع حتة ارض بتاعت والدته وبيبيع، والامور ماشية. انتوا عارفين ربنا مبارك في البلد دي، لانه الناس في مصر في احلك الظروف تقول له عامل ايه، يقول لك ماشيه الحمد لله، وتبقى الامور معقربه، بس تلاقي المصريين حاله الرضا دي. فانا بناشد الناس المقتدرين في المنصوره اللي يقدروا يدعموا هذه الاسره، يوفروا يعني عمل او يبقى في مشروع لهذا الاب، لانه الحقيقه التجربه قاسيه جدا. وكل ما يعني استطيع ان اقوله انه ربنا ما يخلي حد يمر بمثل هذه التجربة الصعبة جدا. ده موضوع مثلا كان مهم ان احنا نشير اليه، وزي ما كنت بقول لكم ان القلق اللي بيحصل بيخلينا ننسى او نتجاهل انه في موضوعات بتحصل في الشارع، لانه مصر بشر يعني.